Crossing 5,000 feet, Golf Bravo Lima. Golf Bravo Lima, continue climb flight level 120. No speed restrictions. السلام عليكم. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. أود أن أشكر كل من ضم إلى القناة وأرسل لي رسائل تشجيع وكذلك ملاحظات وتنويهات من أجل أن أقدم الأفضل. اليوم سنجيب عن السؤال الكلاسيكي وهو: كيف تصبح طيار مدني؟ هذا السؤال يعني شائع بين الشباب منذ زمن بعيد، ليس يعني في الآونة الأخيرة، لكن إن شاء الله سأحاول أن أختزل وأعطي المعلومات الكافية. المهم، هناك 4 طرق لكي تصبح طيارا مدنيا. 1، أن تدرس على حساب الدولة، أي أن الدولة التي أنت مواطنها تفتح مباراة من فترة إلى فترة من أجل دراسة الطيران بمقاعد محدودة وبتكوين هي مشرفة عليها. على سبيل المثال، في المغرب لدينا خطوط وطنية، وهي الخطوط الملكية الجوية المغربية، خطوط ما شاء الله عريقة ولها سمعة يعني على المستوى الإقليمي وكذلك على الصعيد الأفريقي. من سنة لأخرى تقدم فرصة للمترشحين الراغبين أو للطلبة الراغبين بأن يدرسوا الطيران، حيث أن لها شروطا. من بين الشروط أو من أهم الشروط هي أن يكون المترشح مغربي الجنسية، وأن يكون حاصلا على دبلوم مهندس دولة، أو أن يكون حاصل على الثانوية العامة علوم رياضية باء، وأن يدرس 2 سنين في أقسام التحضيرية وأن ينجح فيها، وكذلك أن يجتاز المباراة الوطنية المسمى بCNC، وأن يحصل على المراكز الأولى. يعني مثلاً 400 مترشح في صعيد المغرب أن يكونوا بين 20 الأوائل أو 30 الأوائل. الأمر ليس سهل، لكن هناك يعني طلبة ما شاء الله استطاع أن يحققوا هذه الشروط وانضموا إلى التكوين عن طريق الخطوط الملكية المغربية. لكن بعد المرور من كل هذه الشروط، هناك أكيد مباراة القبول والمقابلة واختبارات طبية. بعدها يمكن أن يجتازوها، يمكن أن نقول أنهم أصبحوا طلبة طيارين لدى الخطوط الملكية المغربية. الطريقة الثانية وهي أن تدرس ضمن برنامج موضوع من طرف شركة الطيران. مثلا على سبيل المثال، شركة ريانير الإيرلندية لها برنامج للطلاب، ومن لها شروط، ومن بين الشروط الأساسية هو أن يكون المترشح حامل الجنسية الأوروبية. ليس بشرط أن يكون إيرلنديا، ولكن أن يكون مواطنا أوروبيا، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة، لا يهم أي تخصص، المهم أن يكون قادرا على اجتياز المباراة والاختبار القبول كذلك، واختبارات الطبية وما إلى ذلك. هناك الطريقة الثالثة، وهي أن يكون طيارا عسكريا مسبقا، يعني أن يكون طيار عسكري درس في تكوين عسكري ببلاده، لكن يكون طيار للنقل العتاد العسكري وليس طيارا حربيا. لأن الطيار الحربي مثلا طائرات مقاتلة مثل F-16 أو ما شابها، فلهم تكوين خاص بعيد عن طيران بالطائرات الكبيرة والطيران المدني. لكن إن كان طيارا للنقل العتاد العسكري، على سبيل المثال طائرة لوكهيد تشارلي 130، هي طائرة أمريكية الصنع، طائرة لنقل العتاد لنقل الجنود، فبعد أن يكون قد عمل في جيش في الخدمة العسكرية كطيار لنقل العتاد العسكري لمدة
ممكن 10 سنوات أو 15 سنة، بعد ذلك يقدم ملف تغيير من طيار عسكري إلى طيار مدني، وبعدها يقوم يعني أخذ تدريب معين وتكوين معين على طائرات التي تمتلكها الشركة التي ستوظفها. مثلا لو كانت الشركة تمتلك طائرات من النوع البوينغ 737 فعليها أن يأخذ تدريبا عليها نظري والمحاكاة كذلك، وبعدها أن يجتاز الاختبارات، وبعدها يصبح مؤهلا لكي يعمل كطيار مدني. والخيار الرابع أو الطريق الرابع والأخير هو أن تدرس على نفقتك الخاصة. هذا الأمر مكلف، لكنه يعني أغلب الطيارين في العالم يعني ما يعادل أو ما يقارب 70% من الطيارين كله 70% كلها تدرس على نفقتها الخاصة، والنسب يعني 30% هي تدرس على نفقة الدولة لأن الدراسة مكلفة، وكذلك يكونون طيارون عسكريين ويغيرون من طيار عسكري إلى طيار مدني. فدراسة الطيران على النفقة الخاصة تعطيك خيار أن تختار الأكاديمية التي تناسبك، وأن تحضر نفسك لاجتياز المباراة أو الاختبارات. ودراسة الطيران على نفقتك الخاصة تعطيك فرصة أي أن تختار الأكاديمية التي تريدها، وأن تحضر نفسك جيدا لأن جميع أكاديميات الطيران تقوم باختبارات أولية من أجل القبول، وتستعد وتتوكل على الله وتقوم بتقديم ملفك لدى المؤسسة وهي تدرسه، وشروطها كذلك مشابهة لدراسة الطيران عن طريق شركة طيران عادية. أن تكون حاصلا على الشهادة الثانوية لا يهم أي تخصص، ولكن المهم أن تكون قادرا على اجتياز الاختبارات هي في المواد الآتية، يعني مواد الرياضيات والفيزياء واللغة الإنجليزية، وأن تجتاز كذلك مقابلة أو الانترفيو، ويعني بعد ذلك يتم تقييم أدائك، وبعد ذلك يكون هناك اختبار مثلا ميديكال كلاس 1 ضروري جدا، لأن إن كنت تريد أن تصبح طيار مدني عليك أن تحصل على الكلاس 1. هناك كلاس 2 لكن يستخدم غالبا للطيارين الهواة أو ما شابه. بعد أن تجتاز اختبارات القبول تصبح طالب طيار مقبول لدى هذه الأكاديمية، وتعطيك أيضا الدراسة على نفقتك الخاصة تمنحك أيضا فرصة أن تدرس البرنامج الدراسي كله في مجموعة واحدة، يعني Integrated Training. Integrated Training هو أن تبدأ من الصفر إلى أن تتخرج طيار وتدفع مبالغ التدريب كلها مرة واحدة. وهناك طريق آخر هو Modular Training، هذا يجزئ أو هذا الطريق يجزئ التدريب من جزء إلى جزء وتدفع تكاليفه مجزأة، وكذلك يمنحك حق في أن تغير الأكاديمية. مثلا درست في أكاديمية معينة ألف واجتزت المراحل الأولى وحصلت على رخص الطيران الأولى، وبعد ذلك لم تشعر بالارتياح في هذه الأكاديمية، ربما بعض المشاكل أو أشياء لا تناسبك، فمن السهل عليك أخذ رخصك والبحث عن أكاديمية أخرى قد تكون في نفس البلد أو في دولة أخرى، وتكمل عندها ما تبقى من تدريبك لديها وتدفع مبلغ التدريب يعني للأكاديمية الأخرى بعد أن تكون قد أنهيت التدريب في الأكاديمية الأولى، مرحلة الأولى في الأكاديمية الأولى. والآن سنرى أو سنتعرف على مدة التكوين. مدة التكوين قد تختلف من سنة ونصف إلى سنتين أو أكثر أو أقل على حسب عوامل عديدة جدا. أولا على حسب القدرة المالية، إن كنت تدرس على نفقتك الخاصة هل ستدفع، هل ستأخذ مثلا Integrated Program، يعني ستختار Integrated Program وستدفع التكاليف كلها مرة واحدة، أو ستختار الطريق الآخر Modular، أو كذلك عوامل المناخ في هذا البلد الذي تدرس فيه،
ربما قد يكون به ثلوج وأجواء عاصفية. مثلا لو درست الطيران في إنجلترا ليس نفس الفترة، أكيد لن تنهي فترة تدريبك كما أنك إن درست مثلا في اليونان في جنوب أوروبا المطل على البحر المتوسط، أجواء مشمسة غالبا طول أيام السنة، فهناك فرصة طيران بوتيرة عالية، وبالتالي يمكن أن تنهي ساعات طيرانك في وقت وجيز. بينما مثلا في بريطانيا أجواء أحيانا ثلوج عواصف، وبالتالي ستأخذ منك وقت أطول من أجل إنهاء التدريب. سبب آخر قد يؤثر على فترة التدريب، وهو هل الطالب الطيار بمقدوره أن يجتاز كل الامتحانات في وقت قصير أو في الوقت المحدد له. مثلا هناك مرحلة اسمها الETPL Theory، هذه يعني تكون في الجراوند سكول، يعني تدرس أو أونلاين، لكن أغلب الطلبة يدرسونها في الجراوند سكول. تأخذ فترة بين 5 إلى 6 أشهر، بعد ذلك يبدأ الطالب إما في الامتحانات بعد 6 أشهر أو في داخل الـ6 أشهر المواد التي درسها يدخل بها الامتحانات على حسب كفاءته. فبالتالي هناك طلبة قد يحصلون على الETPL في فترة 6 أشهر، هناك من يستغرق 8، هناك من يحتاج إلى سنة على حسب الامتحانات والمردودية وكذلك أماكن الامتحان، لأن أغلبية لا تكون الامتحانات داخل نفس المؤسسة. مثلا هناك امتحانات الأساسية تقام في المديريات العامة للطيران المدني، على سبيل المثال في إسبانيا Spanish EASA ETPL تقام الامتحانات الأساسية بعد أن تجتاز الامتحانات الداخلية داخل المؤسسة، تصبح قادرا أو مسموح لك باجتياز الامتحانات الأساسية في المديرية العامة للطيران، وبالتالي يعني تكون مطالب بأخذ موعد مسبق وتصفح الأوراق والوثائق والنتائج التي قمت بها، وأنت الآن مثلا جاهز لاجتياز الامتحانات الأساسية. فكل هذا يحتاج إلى تنظيم معين ويأخذ الوقت، لأن ليس من الإمكان أن تأخذ يعني موعد الامتحان متى ما شئت بسلاسة، هناك طلاب آخرين من مدن أخرى، وبالتالي هناك ترتيبات معينة عليك أن تقوم بها، ولكن تكون عن طريق المؤسسة، يعني فقط أنت يعني تبقى على اتصال بمؤسستك وهي ستساعدك في هذا الباب. والآن سنصل إلى السؤال المهم، كم تكلف دراسة الطيران؟ مقارنة بالدراسات دراسة في مواد أخرى قد نجد بعض التكوينات تتطلب أموال أكثر وقد نجد أقل، لكن بالنسبة للطيران في المجمل مثلا في دول الاتحاد الأوروبي قد تصل تكلفة الدراسة إلى معدل 60 إلى 65 ألف يورو، التدريب كله من الصفر حتى التخرج برصيد 250 ساعة طيران ضمن رخص الإياسة، أتكلم عن الدول الأوروبية. وهناك أكاديميات مثلا في بريطانيا لها التدريب طيارين يكلف ما يفوق 100 ألف يورو، ولدي تجربة شخصية يعني مع الطلبة البريطانيين حيث كنت أصادفهم في إسبانيا أو في تركيا، أقول لها يعني نحن ندرس ضمن برامج أوكسفورد ويعني باللغة الإنجليزية وكل شيء، يعني ما الذي أتى بكم من بريطانيا إلى مثلا إسبانيا؟ فيقول لك التكلفة، فحتى هم يعني يشتكون من التكلفة العالية للدراسة هناك. وكذلك لهم سبب آخر وهو الطقس، كما قلت يعني أجواء في بريطانيا مثلا في اسكتلندا أو في إيرلندا يعني قاسية للطيران، ليست مناسبة طول أيام السنة والتكلفة غالية، وبالتالي يختارون الجنوب الإسباني، أجواء مشمسة أغلب الوقت، تكلفة أرخص، ونمط حياة في إسبانيا يختلف عن بريطانيا، وهم يحبون يعني يحسون كأنهم في عطلة، لأن إسبانيا شعب نشيط يعني لا يحب يعني العمل والبيت وبعد ذلك قليل من الرياضة وما إلى ذلك، لا يحبون الخروج والتنزه وما إلى ذلك.
والآن سنتعرف عن المواد التي يدرسها الطيار أو الطالب الطيار في مرحلة PPL وهي أولى مراحل دراسة الطيران. هناك 9 مواد لكن سأطلعكم عليها، وإن شاء الله في الحلقات القادمة سنتعرف على كل مادة وما المستفاد منها، وكذلك لماذا تدرس، يعني ما السبب تواجدها. وإن شاء الله سأطلعكم كل فيديو سيكون مخصص لمادة معينة، وسنعطي معلومات أوفى عنها. لكن سنبدأ مثلا مادة الإيرلو رقم 1 وهي قانون الطيران، مادة EGK Aircraft General Knowledge هي مادة يعني مهمة جدا وشاسعة. المادة الثالثة Radio Communication فيها الـ VFR والـ IFR والـ Human Performance والـ Meteorology والـ General Navigation والـ Flight Planning Operation Procedure والـ Principle of Flights. هذا فيما يتعلق بمواد PPL. سنرى جزء آخر من النظري وهو متعلق برخصة ETPL أو Airline Transport Pilot License، وهذه الرخصة تتكون من 14 مادة. هي نفس المواد التي رأيناها في PPL بالإضافة إلى مواد أخرى، وتكون دراسة المواد التي نفسها في PPL أكثر تعمقا في ETPL، لأن ETPL هو أكثر تعقيدا وأكثر يعني عمقا في علوم الطيران. وهذه المواد التي مضافة إلى المواد التي ذكرناها هي Instrumentation والMass and Balance والPerformance وكذلك Radio Navigation وكذلك راديو كوميونيكيشن بالIFR ترينينج او الIFR كوميونيكيشن. فهذه مواد متعلقة بالETPL، ويعد الETPL من اصعب مراحل الدراسة النظرية في دراسة الطيران، حيث ما تبقى بعد الETPL هو موجود فقط ساعات طيران، وكذلك موجود تدريب معين يسمى CPL Commercial Pilot License وهو رخصة طيار تجاري، رخصة طيار تجاري، والIR CPL IR. IR هو الـ Instrument Rating، أي الطيران عبر الأجهزة بدون رؤية خارجية. وهذه الرخصة تعتمد يعني على الطيران، لأن النظري قد درسته في الETPL. وبعد أن يخلص الطيار أو أن ينتهي الطيار من هذه الرخص التي ذكرناها وهذه التدريب التي ذكرناها، يجب عليه أخذ بعض التدريب الإضافية لكي يصبح جاهزا انضمام إلى شركة الطيران. التدريب الإضافية التي يجب على الطالب الطيار أخذها لكي يصبح طيارا جاهزا للعمل هو الـ MCC Multi Crew Cooperation، وكذلك Type Rating والـ UPRT أو Upset Recovery Training. بعد أن يعني يحصل على كل هذه التدريب أو التكوينات، يصبح الطيار جاهزا لبدء العمل داخل شركة الطيران. في أي مهنة هناك جوانب إيجابية وسلبية، كذلك بالنسبة للطيران أو مهنة طيار مدني. الإيجابيات ربما معروفة، يعني كثرة السفر، أجور رواتب مرتفعة، مكانة اجتماعية معينة وما إلى ذلك. وهناك جوانب سلبية، مثلا التوتر، الإحساس بالمسؤولية طوال الوقت، لأن يعني المهنة ليست سهلة، لا مجال للخطأ. كذلك بالنسبة للمراقبة الجوية لا مجال للخطأ، هناك مهن بها حساسية كبيرة. كذلك العمل أوقات الإجازات، مثلا في فصل الصيف هناك عطل كثيرة، عطل دراسية، هناك موظفين يأخذون حقهم في العطلة السنوية في فصل الصيف، لكن بالنسبة للطيارين هي فترة الذروة، يعني العمل يتضاعف، قد تكون لديك يعني 4 رحلات في اليوم أو أكثر على حسب الوجهات.
كذلك إرهاق ذهني وجسدي بسبب أنك مطالب منك التركيز العالي طوال أغلب أوقات الرحلات، هناك تركيز يعني، فالطيار يعني مطالب بالتركيز طوال الوقت. إرهاق بدني بسبب كثرة يعني الصعود والنزول، اختلاف الضغط الجوي داخل المقصورة القيادة ويعني خارج يعني الطائرة، فهذا يشكل عبء على جسد الطيار وكذلك على أطقم الضيافة، فهم كذلك يعانون من نفس العوامل يعني. ومن بين أصعب السلبيات مثلا هو تغير المناخ، مثلا في المملكة المغربية فصل الصيف أجواء حارة، أجواء يعني دافئة، يعني تطير من مطار مثلا الدار البيضاء باتجاه جنوب أفريقيا جوهانسبورغ إلى جنوب أفريقيا، ستجد أن هناك فصل الشتاء، أجواء باردة ربما أمطار، وبالتالي كنت في جو معين وانتقلت إلى مناخ معين، فتغير المناخ يؤثر سلبا على بدن الطيارين وكذلك أطقم الضيافة. ولكي نحصل على طيارين متميزين يجب أن تتوفر عوامل عديدة، من بينها أن يكون الطيار محبا لعمله، يدرس بشغف بصبر، دائما الاطلاع على مستجدات التكنولوجيا لكي يظل دائما محافظا على معارفه ويكتسب معارف إضافية. ولا ننسى سببا أساسيا بعد التوفيق من الله، وهو الدعم الذي يتلقاه الطالب الطيار أو الطيار المدني الذي يعني أصبح محترفا يعمل، هو الدعم من الأسرة، حيث أن الأسرة لها تأثير جوهري ومهم لكي يكون المردود جيد، سواء كدراسة والحصول على النتائج المرجوة أو كالعمل بأفضل وجه يعني بالنسبة للطيار الذي يعمل. فالأسرة دورها مهم جدا، معنويا ماديا على جميع الأصعدة. وبهذه الفرصة أشكر يعني أسرتي كثيرا، خاصة أبي وأمي لما قدموه لي من تشجيعات وصبر ويعني تحفيز. أطلب من الله أن يحفظهم وأن يطيل في عمرهم ويبارك لنا فيهم. قبل أن أودعكم أشكركم على حسن المتابعة وعلى تفاعلكم، أتمنى أن تكونوا في أفضل حال، اعتنوا بأنفسكم وبأحبائكم، وكالعادة لنا موعد. مع السلامة.